السلام عليكم حبيبات ديالي. من بعد نجاح وصفه الدجاج بمذاق الغنميلي، وان شاء الله نقدم لكم الدجاج في صفه الحوت بمقادير جد بسيطه وطريقه سهله. قبل من ذلك ما تنسوش تضغطوا على الجرس الموجود بجانب كلمه اشتراك اسفل لا فيديو باش تمكنوا من التوصل بجديد يوميا. الحوت نحتاجوا فيها قزبر ومعدنوس مقطعين، مركز طماطم، ثوم، فلفل احمر، كركم، زنجبيل، كمون، فلفل اسود وملح، وبطبيعة الحال الخل وزيت الزيتون. وكل سيدة تعمل الشرمولة ديال السمك اللي مستأنسة بها، يعني يمكن تنقص الحار، يمكن تضيف، يمكن تضيف صلصة الصوجة، كتبقى على حسب الذوق وعلى حسب كل سيدة. تنجمع كل المكونات مع بعضياتهم. وبالنسبة للسيدات اللي بغاو طريقتي بشكل مفصل في تحضير شرمولة الحوت، ان شاء الله نوضع لكم رابط تحضيرها اسفل الفيديو في صندوق الوصف. نحاول نخلط مركز طماطم مع باقي التتبيلة ونخلطوها بشكل جيد. نضيف الملح والإبزار، الخل وزيت الزيتون، ونخلط المكونات مع بعضياتها. ويمكننا نحتفظ بها في الثلاجة لحين الاستعمال، وضروري ما نخليوها تشرب باش تطلق المكونات مع بعضياتها. تنحتاجو لسطر الدجاج يكونوا مقطعينه شرائح، الشرمولة ديال السمك، والقليل من الدقيق الأبيض. كيف ما شفتوا مكونات بسيطة جدا، إلا مذاقها بعيد كل البعد على مذاق الدجاج اللي مستأنسين به، يعني اللي ما عارفش الطبخة باش وجدناها تيظن أنه السمك، لأنه المذاق اللي تيجي غالب هو ديال الشرمولة. كنتمنى تجربوا هذه الوصفة لأنها بسيطة سهلة واقتصادية، وإن شاء الله غادي تعجبكم وترحموني عليها. تنخليو صدر الدجاج مرقد في التتبيله لاطول مده ممكنه، يعني الوقت اللي يناسب السيده، لانه كيف ما كنقول دائما الدواجن تيبغيو ترقاد بالزايد، يعني نعملوهم في وقت وننتظروا عليهم مده من الزمان، ومن بعد عاده نطبخوهم. تنحاولوا نخلطوا صدر الدجاج بالشرموله بشكل جيد حتى تنتقرا داخل جميع القطع، ثم من بعد ذلك تنمروا القطع في الدقيق الابيض او الفورس، تنحاولوا نغلفوا قطع الدجاج بالدقيق من الجهتين، ومباشرة فوق زيت ساخن. تنعملوهم يتقلاو من الجهتين بزوج، ودائما البنات النار تكون فوق المتوسطه، لان الا كانت مهيله بزاف الدجاج تيخرج الماء الطبيعي كامله ديالو وتيجي ناشف. الا عملنا النار عاليه بزاف تيتحرق لينا الدجاج. دائما النار تكون فوق المتوسطه باش يجينا الطعم غزال، تيتكارميليز من على برا وتيبقى فوندو من الداخل. كنتمنى من كل قلبي تجربوا هذه الوصفه البسيطه اللي طعم ديالها تيجي تماما كيف السمك، من باب التغيير ناكلوا صدر الدجاج بطريقه اخرى. ما تنساوش تعملوا لايك للفيديو، اللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك، ويضغط على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو ابوني سبسكرايب اشتراك، والجرس الموجود بجانبه باش تمكنوا من التوصل بجديدي يوميا. شكرا حبيباتي للمشاهده.